بدكم ضلوا قاعدين هيك؟ ببالكم تعملوا شيء تاني؟ شو رأيكم نلعب شي لعبة؟ ايه تلعبوا غميضة؟ ما شاء الله شو ذكي. يعني كمان معقولة انه الواحد احيانا رح يقلو يفكر شوي بصوت عالي؟ انا عم فكر يا صبايا نلعبكم لعبة الصراحة. ايش ما في اسأل منها هاللعبة الفضايحية هي منين جبتيها؟ والله مسي وكرم هيدا اللعبة الوحيدة يلي منقدر نكشفهم على حقيقتهم ونخليهم يحكوا يلي ما بدهم يحكوا. انا كتير حبيت الفكرة وانا الصراحة ما لعبة. انا صراحة جزء من شخصيتي واضح. انا ماني موافق. ولو نحن الاربع موافقين ولا ما في ديمقراطية بالبرنامج؟ طبعاً في ديمقراطية، مين قال لك ما في ديمقراطية؟ بس ما بما إنه أنا الذكر الوحيد بيناتكم، يعني صوتي قد صوتين منكم، ما هيك؟ مين باقي عنا؟ هنادي وميديا، هن اللي رح يحسموا الموقف. أنا موافقة. وهنادي؟ هنادي صندوق يعني طبعاً مع الصبايا. خلونا نبلش. مهند سجلت البرنامج؟ اشتقت لك. اشتقت لي ايه بس يا مهند؟ بقول لك سجلت البرنامج؟ لا حياتي، لانه انت ما عطيتيني حق فلاشي وحساب الصبايا كبر كتير. كبر ايه بس يا مهند؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ امال احنا هنا بنعمل ايه؟ ما قلتش الكلام ده من الاول ليه؟ استنى بقى، استنى لما اشوف الدفتر الحساب. بص اللي كان الله العظيم يا رب. اهو عد بقى معايا يا سيدي. 200 ليره تبديل انبوبه غاز، 600 ليره تغيير جلود حنفيات، 400 ليره تبديل لمبه محروقه، و1500 ليره تسليك بلاعه ماشي، وفي 800 ليره تصريح اكرد باب البلكونه، و500 تغيير ازاز. يبقى كده كله على بعضه كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده ودي 500 شيل من هتحط 2 بعد كده تضرب 2 مع بعضي. بعد كده شيل دي وحط دي. يعني حوالي كده 4000 ليره. كده عندك حق، الحساب كبير قوي. مدام هيك حبيبتي انسي لي شغله الفلاشه. انسى؟ لا انسى ده ايه؟ لا ما ينفعش. لا لا ده هم مأمنيني على الكلام دوت. لا ما اقدرش خالص. بص بقى يا سيدي، انت روح جيب الفلاشه ونحطها على الحساب وكل شيء بحق. انت بتأمريني ننوستي، بس حبيبتي بتسجلي لي 150 ليره اجره التاكسي. ايه 100 وايه؟ لا معلش مش سامعاك عشان وقعت على وداني وانا صغيره. هم 100 ما فيش غيرهم. بطل بقى الحركات النص كوميدي. رانيا بدنا نسالك سؤال. رانيا مين اكثر وحده من الصبايا بتحبيها؟ كلهم بحبهم. ومعك حق، يعني الصبايا كلهم مهضومين وبنحبوا، بس بدي اسالك اي اكثر وحده مميزه بالنسبه لك؟ وتذكري هيدي لعبه الصراحه. هيدا اللي كنت خايف منه. بصراحه اكثر وحده بحبها فيهم هي هنادي. اوكي رانيا، بس كلياتنا حابين نعرف ليه. لان اكثر وحده بتفهمني وبتحس فيي. ولا مرة بحياتي عصبت علي، ولا مرة تخنقنا. بحسها بتشبهني كتير كتير. وأكتر وحدة بتحاول تأمن لي الجو الهادي المثالي لجلسة اليوغا والتأمل. وعمرنا ما اختلفنا ولا وقفنا ضد بعض، لهيك بحس إنها دعم وسند بهالدنيا. برافو. Merci. Premièrement, je veux vous dire que non, Rania, أنا بالنسبة لي كتير لها معزة خاصة، ودائما العلاقة اللي بيني وبينها هي علاقة أخوة، بحسها مثل تماما أختي الصغيرة. وأنا على طول بحسك مثل أمي. الله يخليكي. السؤال لهالنودي الحلوة والسؤال لقلك هو، بيوم من الأيام حبك شاب مهضوم كتير بعقد ومستعد يقدم لك حياته كلها، بس انت مش طايقتي، شو بتعملي؟ السؤال السئيل هيدا مو هي؟
ان توكا انا رح جاوب. ان فات انا كثير شباب حبوني بحياتي، كثير اعجبوا فيني، ركضوا وراي، وانا للاسف دائما كانت تكون مشاعري شوي بارده، لانه صعب يجي البني ادم يلي يحرك هالمشاعر. بس انا على العموم اون جنرال كنت دائما احترم هالمشاعر واقدرها كثير كثير، لانه مشاعر انسانيه ما بتصدقوا قد ايه كنت احترم. جارنا قيصر مثلا كان بيموت فيني، وانا تعذبت كثير لحتى ساعده يتخطى هذا الحب، هذا الحب يلي من طرف واحد بعرف قديش بيجرح. وصدقوني ما تركته قبل ما تأكدت تماما انه رجع انسان طبيعي. هذا طبعي وهي انا هنادي. وسؤالنا هلأ لمايا، بليز مايا، لو بدي قلك تلخصيلي حياتك مع الصبايا بعني وين السلبية والإيجابية، شو بعدك تقولي؟ مستحيل، مصرة تعلقهم مع بعض. ما بعرف إذا بقدر لخص حياتي مع الصبايا جلسة واحدة، بس رح حاول. بصراحة الصبايا ملوا علي حياتي كلها. أنا متعودة كل يوم الصبح في على صوت فيروز وريحة القهوة، ويمكن ظروف كل واحدة فينا، آلامنا أحلامنا، خلتنا نصير عيلة واحدة. بحب فيهم هدوءهم وانسجامهم مع بعض، وأكتر شي بحبه وقفتهم جنبي على طول ومساعدتهم لإلي حتى بأصغر التفاصيل. يعني مثلاً إذا رجعت شي مرة على البيت وأنا حاملة بإيدي شي غراب، بينتفوا بعضهم الصبايا تنتيف وهنا عم بيتقاتل، ومين بده يحمل عني الكياس ويساعدني؟ أنا عن جد عن جد ما فيني أتخيل إنه في حدا بهالدنيا عنده هالحظ اللي عندي، في حواليه هيك رفقات. مرسي مرسي مايا. حبروني صبايا، حبيتوا الفيلم؟ It's a perfect movie، عن جد بيستحق انه ينشاف فيلم. لا ما انه perfect movie، شفتي كيف قتلوا له الحصان وحياة الله قهروني من كل قلبي. ايه وانا ما حبيت لها البطلة، مبين عليها شايفة حالها ومناخيرة هلا قدام. هلا ليك وليك، وبصراحة لو حد رأي فيلم انيميشن كان احسن منها. ايه والله. انا هي الافلام والأماكن اللي فيها عجقة وطجقة وناس لازقة ببعضها، واحد فايت واحد طالع وتاركين لي مجالي المغناطيسي، ما بتحبيها. ها ها صبايا، ها انتي قلتيها. بدي اياكم تنسوا حديثكم عن الفيلم، لاني مجهزت لكم سهرة بتعقد مع دي جي بجنن. بس اول شيء بدنا نروح نلتقي بكرم لانه مجهز لكم شيء مهم. سوري يعني استاذ كرم، بس شغلت لنا بالنا. صبايا قبل ما قلكم شو في، انتو بتعرفوا معزه كل وحده عندي قد ايه، انه انا ولا ممكن ميز بيناتكم وحده عن التاني، انما للضروره احكام. طيب استاذ كرم، ليش عم تحكي هذا الحكي معنا؟ يعني شو مناسبته هلا؟ مناسبته اني مضطر اختار وحده فيكم. وحده يتزوجها يعني؟ تختار واحدة منا؟ كيف يعني؟ فاتنة تصرفي. يعني صبايا بناء على استطلاع الرأي يلي عملناه عند الجمهور طلع التصويت متساوي، وهيدا بيعني انه الجمهور ما حسم القرار، والقرار عندكم، والجايزة مثل ما وعدتكم زادت. ايه وشو المطلوب منا هلأ؟ المطلوب منكم شي واحد بس، ترجعوا الليلة وتعيدوا حساباتكم، وبكرة بس نجتمع تقرروا مين بده يفل. أوه مون ديو، أكيد كلهم رح يصوتوا ضدي ورح يطلعوني لبرا طبعا، لأني طول عمري دابحتهم دبح
على اوعى تكركبوا الغرفه. مين فتح باب التراس ونسي سكره؟ بدي افرمه فرم يلي بفيقني من السي اس تبعي. مين حرك المج من مطرحه؟ مين مكركب غرفه القعده؟ مين نسيان التلفزيون شاعل؟ مين مطافي القضويه؟ والله انا ما بنعاش معي. كيف كانوا قدرانين يعيشوا معي ما بعرف. يعني اذا انا طلبوا مني سويت، رح سويت ضدي. لكي بعد حمل حظي، اكيد هلأ البنات بدهم ينسوا كل ايجابياتي وما يتذكروا الا سلبياتي. ربي سميحة تنسى يومي اللي تخانقت معه مشان ألم الروش. والله 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 وبكسر الهاء، وعد شرف إذا ما بيطالعوني نوميني لحتى غير كل تصرفاتي معهم. ما بقى خانقهم على ولا شيء. يطالعون بالسيارة، يفتحوا الشبابيك، يفصفصوا بزر، يدلقوا كولا على الفق. لا شو كولا على الفرش، كمان هي بتبقع وما بتروح كمام يعني. أنا متأكدة أنه هنادي بدها تصوت ضدي. أكيد ما رح تخليني كمل لأني تركت أخوها. بس والله يا ربي هو يلي خاني. شو أعمل؟ خلص وعد، إذا ما صوتت ضدي رح سامحه وارجع له. بس هي تصوت لأني ضل. يا ربي هاي فرصتي الوحيدة. يعني هاد الحكي ما له عند الأبد. وطي صوتك. أي صوتي واطي. هاد الحكي ما له عند الأبد أبداً. يا كلياتنا نروح، يا كلياتنا نضل، ما في وحدة تروح وحدة تضل. مزبوط، أنا معك بهيدا الحكي. فينا نبطل نفكر بعواطفنا شوي ونفكر بعقلنا؟ أي لعبة بالعالم لحتى تستمر؟ في ناس بتخسر وناس بتربح. إيه لا، بس بما أنه صار لازم نحن نصوت للبنت اللي تطلع برا فخلص game over. إيه صح. بالعكس، هاي اللعبة لازم تستمر. مازال نحن رضينا فيها فلازم نوافق بشروطها. بس أنا ما فيني صوت لضد أي وحدة فينا. حبيبتي نحن بيهمنا الجائزة ناخدها ونوزعها علينا كلياتنا، ما بيهمنا البنت اللي بدها تربح. بعدين أنت إذا بتحبينا لازم تشتغلي لمصلحتنا. بعرف إنه هاللحظة صعبة عليكم كتير مثل ما هي صعبة علينا، بس اليوم خلص بدنا نقرر مين بدها تبقى معنا ومين بدها تفل. صبايا اسمحوا لي إلكم بس قبل ما نبلش التصويت إنه بهالفترة القصيرة اللي قضيتها معكم عرفت قديه بالحياة في صداقة حقيقية. سهل كتير إنه نجتمع بمئة رفيق بسنة واحدة، بس الصعب إنه نحافظ على رفيق حقيقي طول العمر. قبل ما نكمل يلا خلينا نشوف لمين صوتوا هلأ كلكم، كل واحدة فيكم لمين صوتي. نبلش من عندك رانيا. أنا بصراحة مبارح ما قدرت نام كل الليل لأنه هيدا أهم قرار وأصعب قرار أنا باخده بحياتي. لهيك أنا صوتت ضد. ضد رانيا. مايا، أنا مشان ما أكون ظلمت حالي وظلمت حدا فأنا كان لازم قرر ضد الشخص اللي بيستحق فعلا أنه يطلع برات البرنامج. مشان هيك أنا صوتت ضد مايا. بعرف انه نحن كلياتنا بنستحق انه نكون مع بعض، بس انا هيك بكون مطمنة عليكم اكتر وبعرف انه انتو بخير. سميحة الكلمة لقلك. انا قبل ما اقول لمين صوتت بدي اقول لرفقات عمري انه نحن ما في قوة ممكن تبعدنا عن بعض، وبدي اياهم يسامحوني كتير لأنه أنا مثلي مثلهم لازم أخذ القرار. مشان هيك أنا صوتت لا تطلع السميحة. أنا بدي أسمع هلأ لمين صوتت هنادي. الحقيقة أنا بما أنه دائما الأشخاص بنسحب من حياتي واحد ورا الثاني
ودائما عندي ما عندي الفرصة حتى أني أقرر أو أني أفكر مين ممكن يسحب من حياتي. ف مع أنه أنا أطيب وحدة وقلبي كتير طيب بين غير هيك بعطي عكس هيك يعني بين وحدة قوية متسلطة بس أنا أبدا ماني هيك. فقررت أني سويت ضد هنادي وأسبقكم على الشام. ميديا القرار لألك. أي صبية بدك صوتي ضدها بدها تاخد صوتك التاني وتطلع فيه برا. ميديا القرار إليك. معقولة تطلعني إلي؟ ما عندي مشكلة. حاسة فيكي وبعرف إنه موقفك صعب بس أنا معك شو ما كان قرارك. يا رب تكون نسياني إنه أنا يلي حرقت لها البلوزة بالمكوية. مستحيل تطالع حالها، أكيد رح تطالعني انتقام المفادي. الله يسامحك يا فادي على هالغلطة اللي غلطتها ويلي رح تدفعني تمن غالي غالي كتير كتير. أنا ما رح أقول غير إني بحبكن كتير بس أنا لازم صوت. أنا جربت كون فنانة وجربت الشهرة والنجومية وجربت العز والمصاري وجربت الحب بس ما لقيت فيهن شيء أهم من قيمة الصداقة. مشان هيك أنا قررت أخسر بس أربحكن إلكم. أنا صوتت ضد ميديا. يا على عيونكم شو بتحبوا بعض. إن شاء الله بتقبروا قلبي من بين السوريات. إيه ها؟ إيه ها؟ يا عليكي طلعتي سورية؟ دي خلص البرنامج وهلأ عرفتوا؟ لك طلعتي سورية؟ ما بعرف إذا كانت النهاية حزينة أو سعيدة. مزبوط إنه علاقة الصداقة اللي بتربطهم أقوى من أي شيء بس للأسف القرار يلي أخدوه رح يخليهم يطلعوا كلياتهم من البرنامج. هذا شرط البرنامج والكل لازم يحترمه. باي. وهيك رجعنا على البيت وخسرنا جائزة $1,000,000 بس ربحنا صداقتنا وبشوية أمل قررنا نرجع نبدأ من جديد. بس يا ترى شو رح يكون رد فعل الناس يلي ناطريننا خاصة لما بيعرفوا بحياة يلي صار معنا. قيصر قيصر هات البشارة رجعوا رجعوا وبيكونوا فردوا الشنادي. تأخرت كتير يا حبيبي. انت شو عرفك؟ شفتهم لما وصلوا وساعدتهم بتنزيل الشنات. يعني انت عرفت شو صار معهم؟ لا ليش شو صار؟ الكمسة كلهم طلعوا نمونيك. عم تمزح؟ والله العظيم مثل ما عم قلك انت ما شفتهم بعينك الكمسة؟ هذا اكيد من التصويت اللي عملنا لهم اياه على الصفحة تبع الفيسبوك. يا سيدي بشرفي هالفيسبوك بفش القلب. قيصر انت عم تضحك على حالك يعني؟ في حدا صوت ضدهم على الصفحة تبعنا؟ لا. في شيء انكتب على الوول بصفحتنا؟ ايه كتير. بس في حدا كتب ضدهم؟ لا بالعكس كانوا عم بيشجعون ويبهدلونا. أنا شلون رجعوا؟ القرار طلع منهم ما قبلوا وحدة ترجع ويضلوا البقايا عم نسحبوا كله. هذا الحكي من مصادر موثوقة ولا؟ طبعا مصادر موثوقة. هذا تيمر فيه الروح بالروح. سارة قالت له وهو قال لي. يا سيدي والله إنهم كفوا. سارة وتين؟ لا الصبايا عن جد عجبوني كتير وكبروا بعيني كتير. عن جد يا هيك الصداقة يا بلد. تعرف إياد أنا ما عم صدق كيف كنت أفكر بهالندالة. يعني حاس حالي خاين مع أني مليش خاين ولا باين علي حقهم. حق معك قصة. نحنا كان لازم ندعمهم ونصوت لهم مو نوقف ضدهم. إياد
بدي اياك تساعدني اني انا اصلح غلطتي. كفو. كفو بس كيف؟ ايه الله يزيد ويبارك. ليش هيك شناتي منفوخين؟ ميديا شكلكم مكترين كثير هدايا. ما هلا انا شغله ما عم بتفوت بمخي. حدا بيترك مليون دولار وبيرجع لهون عشان؟ ولا انا عم يفوت بمخي. ليكي سميحة وينها؟ نزلت على الجامعة. ومايا وينها؟ نايمة. نايمة. رانيا وين؟ نايمة. نايمة. طب هنادي وين؟ خلص سارة داخل ايه؟ خلص خلص هنادي اخر واحدة بسألك عنها وينها؟ ليش ضل في حدا غيرها؟ ايه في نانسي. يي صح نسيت قلك هاي نانسي بغيابكم ما كانت تخليني فوت على البيت بالمرة بالمرة. ايه اذا هيك بتفهم. طيب هنادي يعني بلكي قاعدة فوق وما بدها تنزل يعني خجلانة بلكي خجلانة انه اجت وما جابت لي هدية. قلي لها سارة ما بتتضايق ما بتحب هاي الشكليات كلياتها. لك خلص 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 هنادي ما انا خجلانة ولا مستحية منك. هنادي نزلت على المكتب لانه في كتير شغل متراكم علي لانه كانت الغيبة طويلة. نانسي كيفك؟ تمام تمام الله يخليكي بدي اياكي تنظفي لي المكتب. لا براني ما في تعزيل شغلة مسح أرض ومسح غبرة. ايه انا بحاسبك بالتاكسي. خلص بطعميكي بيتزا. يلا بس لا ايه دلوقتي. يلا لا تتأخري. لأمتى بدي ضلني لحالي؟ لأمتى بدي ضلني وحيدة؟ معقول بكل هالدنيا هي ما التقى واحد يحبني مثل ما بدي؟ ماما شو بك؟ ليش معصبة؟ في بروبلم بروبلم كبير جاي على الطريق. مصيبة شو شو في شو القصة؟ جيهان بنت خالتي شبه جاية بكرة من اسطنبول. عم تحكي عن جد؟ هلا وقت المزاح. يسعد الله. وين البروبلم بالقصة لكان؟ القصة انه بدها تقعد بخلتي اسبوع كامل. يسعد الله. تعرضي يا جماعة لك تأثر التأثر شي مو معقول لما شفتكم المشهد الأخير. فعلا شي مؤثر وفعلا اثبتوا انكم اصدقاء حقيقيين في غاية التأثر. انا برأيي هذا هو المكسب الحقيقي. اكيد استاذ سامر له رأي تاني لانه المحطة خسرت 5 برايمات. لا بلا شو بالعكس ربحت كتير خير الله ربحت. خسرت اول شيء من كمية الاتصالات اللي كانت تيجي لعنا المحطة، تاني باشتان وفرتوا علينا دفع الجائزة. ايه صحتين على قلبكم. استاذ سامر اكيد رح تكملوا البرنامج ما هي؟ يو لكن شو رح نكمله؟ رح نكمله كتير. مايا هي رح تخرجوا ومديا هي رح تقدمه. ايه لا بليز انا لا تستفقدني بهيك قصة ابدا. ولا انا. أنا بعرف إنه طموحكم كبير، مشان هيك أنا قررت نفذ لكم طموحكم. كيف يعني؟ قررت. رح تخليني أخرج مسلسل دراما؟ إيه قررت. أكيد بدك تعملي برنامج مثل أوبرا. هلا بالنسبة لبرنامج دراما، إخراج دراما، ضمن الخطة بكي. أما بالنسبة لبرنامج إبرة، ضمن الخطة بكير كمان. إيه ما فهمت يعني، كيف بدك تحقق لنا طموحنا؟ قررت. قلت لك قبل شوي قررت. هلا انا قررت اشتغل على برنامج بده يكسر الدنيا. غير برنامج فرينت اوه اهم منه بخير الله. هلا انا عم ظبط جماعه بس شويه كوميسيونات مع كوميسيونات بس رح نظبطها. حنجيب حقوق البرنامج اهم منه بمليون مره بس عم استنى الموضوع الميدل ايست وكذا علي بس رح تزبط. خير الله. شو هو البرنامج؟ شو هو؟ لا تستعجلوا لا تخط في المعوم من رأس الكباية. خليكم هيك step by step. بعدين على ليكي على فكرة لا تسألي بهي القصة أحسن لك من دراما. دراما بعدين. هلأ هون تعالي قلي
شو بدك بقصة دراما وما دراما؟ تركي لي اياها، شوفي لي باسم خريستوس، لك هذا شغلة كبيرة يا صاحبي، شوفي كيف قابي عند السماء، برامج منوعات ممنوعات. يا جماعة لا تستعجلوا على شيء، مثل ما قلت لكم، بدي شعاركم بالحياة يكون حقق أحلامك مع أف سمرة داعي. شباب اللي ما عم تاكلي؟ مالي يا طيف، من شو مالي؟ من كل شيء. أفو؟ شو صاير معك؟ ولا شيء. كيف يعني ولا شيء؟ مبين عليكي متضايقة. هو لأنه ولا شيء، ما في شيء عم يصير بحياتي، عم تمرق هيك. مليت. هنادي ما مفهم عليكي ها؟ عادي، مو مشكلة، أيمتى كان حدا يفهم علي؟ مرقتي على المكتب؟ مرقت، وتركت نانسي فيه عم تنطفه من الغبرة، لأنه الغبرة أكلته أكل للمكتب، لأنه ولا مرة خطر لك تبعت لي حدا ينطف لي إياه. فنودة والله انشغلت كتير. خلاص خلاص، مو مشكلة، خلي لينا تجي بكرة الدعوة عندي بالمكتب. اللي عندك؟ إيه عندي، وين المشكلة؟ بصراحة أنا تعودت عليها للينا. والمعنى؟ ما بعرف حبيبتي المعنى يعني، بس هي تعلمت بسرعة خيالية عن جد وصارت إيدي اليمين، ما عاد فيني استغنى عنها. لحقت؟ إيه لحقت، بس أنا بعرف إنه لينا سقفواتي. يا حبيبتي علي بغيابك، بس تعلم تفقين من الأول إنه تشتغل عندك يومين ثلاثة وترجع لي على المكتب صح؟ بصراحة؟ ما بدي صراحة، مليت من الصراحة، صارت بتأذيني الصراحة. بصراحة هي كمان محبة ترجع لعندك. ها هيك لكان، وانت شو رأيك؟ هنودة حبيبتي عم قلك انه هي مو قبلانة ترجع لعندك، اذا هي مو قبلانة شو بعمل يعني، بقلعها من عندي؟ فادي انت بتعرف انه لينا بتحبك صح؟ ايه بعرف، يعني ويمكن بعرف قبل ما انت تعرفي. هيك بهالبساطة ما عندك اي مشكلة؟ هنادي انا ماني فهمة ليش انت مصرة تحاسبيني؟ حبيبتي كمان أنا بني آدم، عندي مشاعر، عندي أحاسيس، يعني بحب البني آدم اللي بيهتم فيه بتفاصيلي. يعني أنا هلأ هي اللي صارت عم تهتم بتفاصيلك؟ هنادي أنا بالنسبة للينا مو المارد اللي بيطلع من الأم وبيحقق لها كل أمنياتها وبينوجد بس لحتى يساعد. شو قصدك؟ قصدي إنه أنا مليت كون خارج أولويات البنت اللي بحبها. هنادي الحب اللي عشت كل عمري عم أحلم فيه طلع حب مبني على مصلحة، هيك وقت الفراغ ميديا ما بتهتم فيه غير وقت الفراغ بعد شغلها وفنها ونجوميتها. يعني حضرتها حطتني على الرف، بس تحتاجني بتمد لي ايدها بتنزلني من على الرف، وغير هيك ولا شيء. لينا شيء تاني، تخيلي انا الاول بكل شيء بحياة لينا، دائما بتهتم بتفاصيلي، لينا من كتر ما بتهتم بتفاصيلي صارت تنسى تفاصيلها. شو حلو فادي، انت تحب لينا؟ ما بعرف يعني، يمكن يكون بحبها ويمكن لا، عن جد ما بعرف. لوين مشوارك هلا؟ رايحة على الجيم. ايه عظيم ممتاز، معناتها بتاخدي تاكسي، بيزتني بالبيت بعدين بياخدك على الجيم. ايه وليش ما بالعكس، بيزتني بالجيم بعدين بياخدك على البيت. شو بدها سميحة هلا؟ ألو هاي سموحة، شو بكي ليش هيك صوتك؟ ايه وينك انت هلا؟ بأي مطعم؟ طيب ماشي، يلا تلت ساعة بكون عندك. باي باي. شبه سميحة؟ قال كانت قاعدة بالمطعم لما قررت تقوم وتحاسب اكتشفت انه ما معها جزدان، نسيانته بالبيت. شبه ولو هالبنت، مو معقولة شو بتنسى جزدينا. المهم هلا انا رايحة لعندها على المطعم، بتروحي معي؟ لا لا روحي انتي انقذيها، انا رايحة العب سبورت. يا ريت الزمن بيقدر يرجع لورا. هو بيرجع؟ لازم يرجع لحتى صلح كل غلط كان فيني،
ليش انا شو فيني غلط؟ هو فيني وما فيني، فيني شي بيبعدني عن اللي بحبوني. هلا كل حارات الشام وما لقيت هالسيارة غير تمرق هلا ومن هالحارة. ايه يا ريتني ما بحط عليه لما اعطاني هالسيدي. شوف يا يعني شب وطلع مزوي، معقولة انا كيف كسرت بخاطره؟ يمكن لازم اعتذر منه على الشيء اللي عملته معه، بس يا ترى بيسامحني؟ ما بعرف. مستحيل. من شان الله امي، الله يخليكي نص ساعه ما بتاخر. لا تحاولي تقنعيني. يا الله ماما ليش هيك انت ساره؟ والله عم اقول لك نص ساعه خلاص على الوعد. طلع من البيت ما في. هاتي هالتليفون. هي هاي خالتي شاديه متبكي. اساسا مو اسال من تين الا خالتك شاديه. الو اهلين شادو حبيبتي، كيفك؟ اشتقت لك كثير انا. الا ايوه هي ميت اهلين وسهلين. ايه طبعا عم نستناها، بس ما تكونوا انتو يعني غيرتوا رايكم. كيف الجو عنا؟ اخ يا اختي شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك شوب، كلمه شوب قليله كتير. درجه الحراره عم توصل عنا للستين وبالظل كمان. جيهان متعوده على الشوب؟ ايوه. لكن خليها تجيب جواكيت وكفوف صوف لأنه برد، برد قارس عنا بالليل كتير. جهان كمان متعودة على البرد؟ ايه بعطيها لك. ايه لا حبيبتي سلامتك، ما بدي إلا سلامتك. ايه طبعا رح استناها بالمطار. مع السلامة، الله معك. هلأ نحنا درجة الحرارة عم توصل عنا للستين؟ سارة مو ناقصتك انت كمان؟ والله يا امي كثير عم بتفاجئ فيكي، انا ما بعرفك هيك الحقيقه. هي بنت اختي، يعني انت خالتها الوحيده اللي عايشه بالشام وهي جاي تزورنا. معقوله هيك بتعملي اذا هي جاي تزورنا؟ والله ما ناقص تقولي غير في عنا زلازل وكوارث وتسونامي. لك روحي من وشي بقى. عفوا عم دوري على حدا. وانا بين ايديك محتاجة ايه؟ في حاجة اكبر من كده. وانا جود. ما بقى جود، شو نسيتي اسمي؟ كيفك كويس؟ منيحة. اشتقت لك. انا معقولة يعني؟ معقولة بعد اللي قلت له اياه وعملته فيه روح انا هنادي لعنده؟ اي وشو فيها؟ انا غلطت، مو كارثة اذا اعترفت بغلطي واعتذرت منه. لا 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 خلص بلاها، خلص بكرة الصبح بحاكي. اي لا هلا. طيب بلكي قال لي شي كلمة زعجتني، بلكي بحسب الله ما خلقه. ايش بنا هنادي؟ لسه الزلمة ما حكى شي. بعدين يصح له فوت انا هنادي لعنده على المحل. خلص خلص رح حاكي. ولا يلا بحاكي، يلا بحاكي. هي مغلق. مغلق قول هيك من الاول. يعني ما بتصدق قديش كان بالي مشغول عليك. انا اسف بس حبيت اعمل لك اياها مفاجاه، ويوم اللي وصلت على الشام دريت انكم سافرتوا. ومع هيك أصريت إنك تعمل مفاجأة. أوكي أنا بطبيعتي ما بحب الروتين. طيب بس يعني كيف زبط القصة مع البنات؟ مع ما تعرف هي أسهل شغلة. البنات روح قلبنا هي القصاصة.
كيف كان الشغل بمصر؟ ممتاز جدا، بس أنا اشتقت للشام، للي ساكنين بالشام، اشتقت لك. وأنا كمان. عشان هيك أنا قررت إني ما عاد أبعد عنك فترة طويلة. عن جد؟ يا ستي عن جد، وأنا هلأ مستعد أكتب لك تعهد خط بهالشي. لا خلص ماشي الحال بدون تعهد. إيه مايا، احكي لي شو الأخبار بشكل عام؟ شو بدي أحكي لك لأحكي لك. رانو؟ يا رانو، يا الله لما بقول رانو يعني رانيا حبابي ردي علي رانو. شو معنات جاتو لامينات؟ كاتيكو لامينات. اوكي لامينات شو يعني؟ شدة نفسية. يا لطيف. اي والله معت ماني عرفانة كيف تقدري تقري فيه. ممكن أسألك سؤال؟ شو بدك؟ بدي اياك تكتبي لي كل سلبياتي على هالورقة. نعم ما عم بفهم عليكي. ويا ريت تكتبيهم بخط مفهوم وكبير وواضح، لازم أعرف كل شغلة مو منيحة فيني، طبع، سلوك، طريقة تعامل مع الناس، بدي أعرف شو اللي بيبعد الناس عني. من الآخر قولي لي شو مشكلتك؟ أنا اللي عم بسألك شو مشكلتي؟ بعرف إنه عندي مشكلة بس شو هي؟ ما بعرف. تعرفي ما قالك غير حل واحد، هو جلسة إسعافية عند الدكتور يمان، بينكشلك كل مشاكلك وبحللك إياها. لا رانيا أنا ما بحب زيارات الدكاترة. هنادي هذا علم. بعرف والله بعرف إنه هذا علم، بس أنا هذا العلم ما بيقنعني. هي أنا قدامك أكبر مثال. ما هو هاد اللي مخليني ما أتنع. أنسة سميحة لحظة بس ممكن أحكي معك الموضوع كتير ضروري. قيصر كتير تعباني بعدين. وأنا تعبان أقدم منك على 20 مرة مشان هيك لازم أحكي. طيب يلا اختصر وقول كل شي بدك تقوله بس بسرعة. رح اختصر. اول شيء الحمد لله على السلامه يا قيه من السفر، وحشنا الابتسامه والشك ولا الامر. قيصر اختصر. حاضر، بس بصراحه مالي عارفان نبتدي منين الحكايه. ابتدي من الاخر. طيب بس انا خايف اذا حكيت تكرهيني تحتقريني، وهذا اذا ما رفعتي ايدك وطقيتيني شي كف. ما راح اقدر قلت شكف لاني حامله بايدي غراض، فيلا احكي بسرعه. يعني احكي علي الامان. انسى سميحه احنا كلياتنا عندنا مشاعر، وهي المشاعر احيانا بتخلينا بتخلينا يعني نرتكب الحماقات. قيصر انا لحديت هلا ما فهمت شيء. انا اسف لاني ما كان شيء غصب عني. هلا موقفني مشان تقعد تغني؟ اصلا مو الحق عليك، الحق علي انا السميحه اللي واقفه عم اسمعك صار لي ساعه. بالعكس انا الغلطان ماشي انت. حل عني يا بالفعل الهمشي بالطيب. مايك ايوه دقيقة بس مايك. طيب لحظة عنكم عندي اثنين دقيقة. بعت لك حما شو بتشبهه لجو. مايك ايه هلا بدي اسألك سؤال. هلا لينا ما غيرا اليوم تجي لعندك على الصالة؟ تسألي على لينا؟ مالك العادة تسألي عن زباين؟ ما عم تضارب عليكي؟ لا شو عم تضارب؟ ما عم تضارب؟ ايه عم تضارب علي؟ اصلا هي السبب انه انا وفادي انفصلنا، عشان هيك بدي منك ما تستقبلها هون نيفر نيفر. ايوه هيك لكان. خلاص اتركي الموضوع علي، بكره بتجي لهون. يا لطيف يا لطيف شو بيكاوي فيها؟ عن جد؟ شو بدك تساوي فيها؟ وعد علي يا ميمو اني اخذ لك حقك. شو بدي رح اعمل؟ انا رح اقول لها انه تعي شوفي ممثلات كلهم عم يقصروا شعرهم ويجعدون، يعني رح اقنعها انه تجعل شعرها واحرق لها.
بحيث يكون قصير ومحلول. انتو صلعوا شو هيك؟ لا لا ما في داعي، انت ما تستقبله وبس. طيب اسمعي لقلك، رح اقول له انه عندي ماسكات لتبييض الوش، ولما تجي رح اخلي لك وشها يصير مثل وش رغيف الخبز المحروق. شو هيك؟ لا لا مايك ما في داعي، انت ما تستقبله وباي. جمعتنا الصدفة وصرنا